Sei fora, 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 الرفض القاطع. أنا بعترف إنه بنتي متهورة وغير مسؤولة عن تصرفاتها. ليش بتعتبر خطوبة بنتك من جواد الأسمر تهور؟ لأنه هالخطبة مش مبنية على الحب أو التفاهم. مش لأنه بتعتبره دون مستواك الاجتماعي. أنا رئيس حزب مبادئه بتدعي للمساواة والعدالة الاجتماعية بين الناس. مدام ليلى قالت بحديث صحافي لإلها إنه زواجها بجواد الأسمر أساسه الحب. وشو بدها تقول غير هيك برأيك؟ شو اللي خليها تعلن خطوبتها من جواد الأسمر؟ سبق وقلت إنه بنتي متهورة ومش واعي شو عم تعمل. ما في سبب للي مسميه حضرتك تهور؟ شو السبب برأيك اللي بيخلي مرة مجوزة تطلق جوزها بعد 5 أشهر وتعلن خطوبتها على شخص مشكوك بأمره وماضي مش نظيف وغامض؟ شو السبب يلي بيخلي بنت تتعامل مع شخص منافس لبيا بالسياسة وبالشغل؟ إذا كان للفت الأنظار مثلا، والمعروف عن أختي إنه كتير بتحب الظهور، وحتى ولو كان على حساب كرامتها وكرامة بيا وكرامة العيلة كمان. هيدا حديث للنشر؟ طبعا الحقيقة بتجرح، وما تفتكري إنه هين علي كتير كخي احكي هيك عن أختي، بس ليلى حداد بتصرفاتها الطايشة عرضت اسم العيلة. ومش بس هيك، نحن عيلتنا عريقة وطول عمرها معروف اسمها نظيف بالبلد. هيدا سبب وجيه تنعلن للناس اليوم انه عيلة الحداد متبرية من ليلى الحداد من بعد ما لطخت جبينها بالوحل. فؤاد حداد، حضرتك متبرى من بنتك؟ يعني بالنتيجة شو ما عملت بتضل بنتي وما في حدا معصوم عن الخطأ. هلا إذا ليلى راجعت سلوكها واكتشفت فداحة هالغلطة اللي ارتكبتها وفسخت هالخطبة المسخرة من ابن الأسمر واجت تطلب السماح، أكيد ما رح سكر بابي بوجهها. أما إذا أصرت على موقفها، مع الأسف أنا مضطر أتبرى منها. ست ليلى، ست ليلى، بيي حسد انه راح يتغير مني اذا بقيتي مصره على خطبتك من جواد الاسمر، شو رايك بالموضوع؟ من 33 سنه وقفت اخته لفؤاد حداد نفس الموقف. كان لازم تختار بين زواجها من كمين الاسمر والعيله. بوقتها استغل نفوذه فؤاد حداد تيبعدهم عن بعضهم، ولفق له تهمه هو بري منها وسفروا برات البلد. هيدي التهمه هي ذاتها اللي عم يستغلها هلا هو وحزبه تيشهروا بكمين الأسمر. أما عمتي فبعدها من فيي ببيت الضيعة من 33 سنة. شو رأيكم؟ خلي التاريخ يعيد نفسه أو بتبرى من العيلة؟ هل عندك شيء كافية تتبرى من العيلة؟ سكتها سكتها، قول شيء. شوف يا خواجة فؤاد، بنبحك إذا ما رح بتسكتها رح نضطر نخلي الحزب يسكتها بوسائله الخاصة. إذا بتدقوا بشعرة من راسها لهبة الحزب على راسه. طبعا كلامي مش للنشر، إلا إذا كان كلام فؤاد حداد للنشر. مسي فؤاد، مسي فؤاد، مسي فؤاد، مسي فؤاد. بيي عم يحكي بالعاطفة، تعمل أي شيء بصب ضمن مصلحة الحزب ولا يهمك. شو بعدك بالبيت؟ الهيئة خفت همتك على الشغل والانتخابات على البواب. بشرفك صافي، بلا مزح، أعصابي تعبانة. البوصة صارت مسحة؟ سلام، في شيء مخبيتيه علي؟ لا بس اعصابي تعبانه. من شو؟ من كل شيء. ما تكتر اسئلتك صافي، بعد ما ارتاحت اعصابي من هديك الصدمه. بعرف بعرف حبيبتي،
بعدك بس تخلص الانتخابات منسافر مطرح ما بدك وما نرجع إلا متروق أعصاب. في أنا ما فيني جيب لك ولد. ولا عم تسيب الأمور مش يمكن الله. لا 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 حتى لو فيي أنا ما بدي. ما بدك؟ ليه؟ ليه؟ عم تسأل ليه؟ لأنه صار عمري 44 سنة، لأنه ابني راح يصير 30، لأنه حفيدتي بالفرق. هالي ما بيمنع أنك تبني حياتك من جديد. بس أنا ما عمري 20 سنة ترجع ابني حياتي من جديد. زواجك حياتك جديدة. نحن تزوجنا على أساس معين. شو هو الأساس؟ إنه في ماضي بدنا ناخده بعين الاعتبار. والولد بيلغي الماضي؟ لا، بس الولد منه منطقي بهيك وضع. أنت ما بتأمني بالله. شو قصتك الحقني الله الله؟ لأنه الله منطقه أكبر وأوضح. لك يا حبيبي الله هو بيعرف اذا لازم يجيب ولد ولا لا، ما هيك؟ وسيم جهاد شو عم تعمل هون؟ في مجال نلتقي انا وياك على فنجان قهوه؟ شو المناسبه؟ عايزك شوي بخصوص وسيم. انا بعرف انه انت ما بتحبني كثير، بس اللي بدي اقول لك اياه مهم لك ولليلى. انت واختك ليلى قصصكن على كل السنات، عم تنشروا غسيلكن الوسخ على الاسطوح. مرتك هيك بدها ونحن مش عم نقدر نوقفها عند حدا. ما في حدا غيرك انت بيقدر يوقف اخواتها. أنا ما بفتكر فيي أعمل شيء. فيك إذا بدك. أوكي ما بدي. حتى إذا عرفت إنه حياة ليلى مهددة بالخطر؟ وسيم حزب الأفراد بعده لهلأ ساكت كرمال بيي، بس خلص طفح الكيل والحزب ما رح يتردد يعمل أي شيء تيوقف ليلى عند حدا. أنا شو فيي أعمل؟ هيدا إنسان حقير داخل براسها لأختي وعم يلعب فيها مثل الخاتم بإصبعه. أنا بأكد لك إنه هو ورا طلاقكم. سبب طلاقنا هو تفكير أختك المجنون. هيدي أعذار. أختي تركتك كرمال جواد الأسمر. ليش كانت عم بتصير من ورا ظهرك من دون ما أنت تعرف؟ أستاذ وسيم أختي كانت عم بتخونك معه. أنت حقير. أنا مستعد كون حقير إذا هيدا الشيء بيمنع زواج أختي من ابن العبدي. كيف رح تمنعه؟ أنت رح تمنعه مش أنا. الطلاق بعد ما صار فيك تتراجع. أنا اتراجع؟ أنت عم تحلم. ما رح رد أختك عبيتي وخصوصي بعد اللي سمعته منك. أنا ما عم لك ترد عبيتك، بس ما تطلقها كمان إذا مش كرمالك كرمالك أنت. كيف تسمح كرامتك إنه أختي تعلن خطوبتها على شخص وهي بعد ما اتطلقت منك؟ هذا سبب تاني حتى انه ما اتراجع. وهيك بتكون عم تحقق لهم طلبهم، كانك عم بتقدم ليلى على طبق من فضه لابن العبدي. انت فيك تعذبهم، فيك تمنع زواجهم. هيك بتكون انتقمت لكرامتك ودفعتهم ثمن خيانتهم. شله هي حتى محل صغيره. ساعدوا زاهد بليز. شيلي لي هول كبيهم شي محل. ثانك يو، صار فيكم تفلوا. لوين اخذ زي سعاد؟ ست مايا قبل تنشيله من هون. ما عاشرين على الفاضي، واصلا صاروا قديمين. قديمين؟ صاروا 100 سنة. عم بقول لك. بس هيدي تحف مهمة كثير ما بتلاقي منها بهالايام. سعاد شيلي هالغزال من وجهي. المتحف بينسبهم أكتر من البيت، أنا ما بحب الأشياء القديمة، وأصلاً عم فكر غير الديكور عامله أكتر موديل. يا بنتي بكرة لما يصير البيت لإليك عملي فيه اللي بدك إياه. ليش هلأ البيت مش إلي؟ هلأ البيت لإلنا كلنا. وكيف بيكون إلي إذا مش قادرة أقرر فيه شي؟ مين قال إنه مش قادرة تقرري فيه شي؟ إذا شقفة غزال مش قادرة شيله من وجهي. هيدا الغزال بيعني له كتير لعمك،
بشو مضايقك؟ كل شيء مضايقني، الديكور والعفش كله بدي غيره. وشو منعمل بهيدا العفش؟ ما بعرف، بيعود. يا بنتي يا بنتي يا بنتي يا بنتي، أنا مش بنتك، أنا مرت ابنك، وهيدا البيت لابنك، يعني إلي. إذا بتسمحي من يوم وطالع أنا بقرر بالبيت، أنت ارتاحي واهتمي بواجباتك الاجتماعية. سعاد شيلي هالغزال من وجهي. طبت أسمع، زعلت مني؟ سوري أنا فقدت أعصابي، مش معودة حدا يناقشني لما أطلب شيء. معليه، أنت مثل بنتي. طبت أسمع، كان بدي أطلب منك طلب صغير. شو؟ عفش أوضتنا مش حلو؟ بلا حلو كتير، بس أوضتنا ضيقة عليه. خدي أوضة عايدة إذا بدك، وعايدة بتاخد أوضتكم. بس اوضتها مش اكبر من اوضتي ولا حتى اوضه ضيوف. انتوا عفشكم بيسع باوضتنا، وانتوا اوضتكم كبيره. يا ريت بتقبل نبدل. ايه بس ما بعرف اذا عمك بيقبل، هيدي الاوضه معود عليها من زمان. يا ريت بتقنعي. رح جرب. بك شي فؤاد؟ آخ تعبان يا أسمى تعبان. ليه ما بتطلع ترتاح شوي؟ ارتاح؟ من مين؟ إذا أولادك تعبين. ليلى عملت فصل جديد؟ ليلى؟ شو عملت؟ خبرت قصتنا للصحافي. خبرت قصة عمتها وكميل الأصغر. كيف؟ معقول تتوقف أنت وبنتك قدام الصحافة يا فؤاد؟ بكرة قصصنا بتصير على كل لسان. هيدي القصص مش لازم تنتشر بالجرايد. بلش اتصل بمدراء التحرير واطلب منهم ما ينشروا يلي صار بالمؤتمر الصحفي. سليم عم بيشتغل تيلملم الشغلة ويلغي مشروع المؤتمر الصحفي من أساسه. ايه يعني كانت ناطرتنا فضيحة على طلعة الضو. ايه ما ابنك جهاد تسرع واعلن انه العائلة متبرية من ليلى. متبرية من ليلى؟ كيف بتعلن انك متبرة من بنتك يا فؤاد؟ يا اسماء كان لازم نعمل شي عملي يبين استنكارنا من خطبة ليلى وابن الاسمر. وما عاد في كذب جهاد وصارت الامور تتطور. هالقد مستقتل صاحب الانتخابات؟ حتى على حساب جرستك وسمعتك وكرامتك؟ هذا في فش الكميل الأسمر مش نجاحي. يا الله. فيك تتركهم لبكرة، ما أنا مستعجل عليهم. ما قلاش بحق عمل اليوم. طيب أوكي. يعطيك العافية. الله يعافيك. شو؟ مبسوط عنا؟ أنا ماني جاي انبسط. المفروض تكون مرتاح. نعم مرتاح مرسي. هو مش منشان شي، بس إنه في حال منك مرتاح أو مبسوط بركيك منغير صاحب الشركة منجيب لك حدا مترتاح له. المفروض بصاحب الشركة يحافظ على مصلحته وما يضيع وقت موظفينه. هلا أنا عم ضيع لك وقتك؟ عندي شغل كثير. تأخذني. خيك شحطني من قسم المحاسبة، قال عم ضيع له وقته. فيي اخذ معك بشي؟ عايزك بموضوع. بخصوص الشغل؟ لا. المكتب منه مكان مناسب للمواضيع الخاصة. يعني ما رح تسمعيني؟ شو الموضوع؟ أنا ما بكرهك. ممنونتك. وصحيح حبيتك بفترة من الفترات،
بس هيدي مرحلة وانتهت. شو سبب هالموضوع هلأ؟ الموضوع مهم بالنسبة لإلي على القليلة، وبالنسبة لعايدة ولكتير ناس. أنا بحب عايدة، اللي ربطني فيك آخر مدة العناد وبس. ولما ننتقل لعناد لعايدة صرت تحبها إلها؟ لا، شعوري تجاه عايدة حب حقيقي. غريب، غريب كيف ما بتكتشف قيمة الأشياء إلا لما بتفقدها من إيدك. معك حق، أنا ما اكتشفت أهمية عايدة بحياتي إلا لما خسرتها. والاكتشاف العظيم هيدا عرفته أختي. بليز ما تتمسخري. شو بدك يعني أعمل؟ زقف لك هالإنجاز العظيم اللي اكتشفته من بعد ما خربت لها حياتها لأختي ووقعت بيني وبينها وخليتها تكرهني؟ كنت ضايع، ضايع، مش عم بعرف شو عم بعمل، مش مستوعب حجم تصرفاتي، ما كنت عارف إنه فيها تقرير مصير. وشو كنت معتبرها؟ لعبة اشترت لك إياها طان سلام تتلعب فيها شوي وترجع تستها. عايدة ما كانت بالنسبة لك أكتر من مجرد لعبة، لأنه أنت ما كنت أكتر من مجرد ولد اتعود يحصل على الأشياء، على كل الأشياء اللي بيتمنيها. بس أنا كنت عارفة هالشي من الأول وقلت لها لعايدة، بس هي قبلتك عليتك لأنها بتحبك. كانت تحبني. بفتكر فيك ترجع تصلح الأمور، مش هذا الشي اللي جاي كرماله؟ لا، جيت توضح الأشياء بيني وبينك مش أكتر. ما فيك تساعديني، عايدة ما رح ترجع لي. اللي قبلت فيك ولد ما رح ترفضك رجال. قصة غريبة، لأول مرة بحكي معك وبلاقي قدامي رجال. ما بحياتي توقعت أسمع هالحكي منك. ناقص بعد عايدة تكتشف اللي أنا اكتشفته. يعني في أمل؟ بصراحة ما بعرف، بس رح جرب سيرتك. تعرف أنا كثير مبسوطة أنك بطلت تكرهني. أكرهك؟ أنا بحياتي ما كرهتك، بس كان كبريائك المغرور مجروح لأني رفضت أتجوزك، وكمال خليل العظيم بعد ما خلقت المرة اللي بترفضه، ما هيك؟ مظبوط، هيك كنت فكر. أهلا جواد. ما كون قطعتكن عن شي. شوفي ماما، كنت فايلة قبل ما تجي. باي. أنا عم بشهد إعلان هدنة، شي عظيم. إذا كنت مجبورة أتحمل وجودك بالأوساط الاجتماعية فبترجاك تعفيني منه بالشغل، أنا عندي حياتي الخاصة كمان. وكمال واحد من خصوصياتي. ذكرك انه كمال صهرك كان من خصوصياتك. ما كنت عارفة انه حياتي الخاصة بتهمك هالقد لدرجة انك تستعلم عنها. بالصدفة كمال لما بينفعل بيصير لسانه طويل. والمطلوب؟ المطلوب تحافظي على كرامة خطيبك وما تظهري مع عشيق سابق لك. ومش مطلوب حفاظاً على كرامة الخطيبة نسكر دينتنا الموسيقية شوي ونبعد عن الطرب والمطربين؟ علاقة سابقة. علاقة سابقة أو لاحقة ما بهمني، المهم تبقى علاقة سرية. تأكدي إنها سرية. وخبرية إنتاجك لمسرحية استعراضية بطلتها صديقتك سرية؟ شغل. أنا ما بهمني إذا شغل ولا مش شغل، بهمني الناس تعرف إنه شغل. قبل ما تنفعلي عرفي شو جاي اعمل. جاي اعزمك على المطعم اللي بتغني فيه اميره حتى تتاكد الناس انه اللي بينتنا هو شغل وبس. بقطع عليك الساعه 10، كوني حاضره. لوين؟ ظهري اتغدى مع سمير.
مش ملاحظة انه ظهراتك عم تكتر هالايام؟ يعني ماما انت هلا وضعك منه طبيعي، وظهراتك كل يوم انت وسمير بتعرضك لحكي الناس. ما بيهمنا. بس نحن بهمنا. ما تنسي انه بيك قادم على انتخابات، ما بكفينا اختك؟ كنا مريحين بالنا من جهتك، صرتي عم تعملي مثل شو بدكن يعني؟ اقبر حالي بالبيت تريح لكم بالكم، وحضرتو عم يسرح ويمرح. يا ماما انت هلا صرتي محسوبة على المطلقين، والمرة المطلقة بيتفتحوا العيون عليا اكثر. ما بيهمني شو بيفكروا الناس، بدي اعمل اللي بدي اياه، ولا انت ولا حدا رح يمنعنا. شو بكي؟ مانك طبيعية؟ بالعكس، طبيعية أكتر من أي وقت تاني. ظهرت عيدا؟ إيه من غير شر. بعد ما لبستي؟ لبست؟ بعدني واعية، بدي أشرب كافي. صار الظهر، كان لازم نكون زايرين بيتين لهلأ. يا ريت بتعفيني من هالزيارات، كلهم ستات من عمر مام. عيب يا بنتي، ناس اجت وهنتنا، لازم نرد لهم الزياره. ردي لهم اياها انت. وجودك معي مهم وفي اعتبار اكثر، خصوصي انها زيارات للانتخابات كمان. ما تنسي انك صرتي مرت ابنه لفؤاد حداد، يعني لازم تسير الناس شوي كرمال جوزك وعمك. ليلى وعيدة ليه ما بيروحوا بيزوروا معك؟ مش هن بنات فؤاد حداد كمان؟ هن صاروا من غير عائلة، انت مرت ابنه، يعني صرتي محسوبة عليه. اوكي اوكي طنط، بكرة منروح نعمل الزيارات. اليوم بعد الظهر عندي لعب تنس، وبالليل ظهر انا وجهاد. طلع ياخد دوش. الو ايوة نعم. ايه حكيم كيف؟ شو جد عليها؟ مع أساس صارت أحسن؟ طيب ميرسي. يا الله. ألو سلام، كمال حديك صافي؟ طيب جيبي صافي ولقيني على المستشفى، البنت حالتها مش منيحة. طيب اوكي اوكي باي. صافي خير؟ شو في؟ تلفن ونور بخطر، شو بقول له لكمال؟ انا بحكي مع كمال. انت فيك تروحي لحالك على المستشفى؟ اوكي اوكي. شو اسمها؟ طمنيني. فوتوها على غرفة العمليات. حكيتي مع كمال؟ صافي راح يشوفه. عايدة وين؟ عايدة ما بعرف وين راحت، خطها مسكر. جهاد ومايا ناطرينا بالبيت، فؤاد بعده نايم ما بعيده، قلت إذا لا سمح الله صار شي راح يضل سهران كل الليل. يا رب. صافي بك شي؟ جاي نشوفك. امي بها شي؟ ما بيسوى اجي لعندك الا ما يكون في شي. بس الهيئة بنتك مش قابلة تيجي عالدنيا بالهين. ماتت؟ لا بعد، بس لازم لها عملية مستعجلة. طلع معك. شو سليم؟ اتصلنا بكل مدراء التحرير وطلبنا إلغاء المؤتمر. بس ليلى ما رح تسكت. نحن رح منسكتها. إذا فيكن كمان ما توفروا جواد الأسمر. لا ما منسجل نكبرها هالقد، بصير القصة مفضوحة كتير. بلا القهوة، خلينا نمشي. مستعجلة؟ بدي روح طلع بنتي، إلي يومين ما شفتها. ازيك؟ أنا حالي. مات؟
أنا متأسفة ما قدرنا نعمل. لا لا أنا السبب. سوري مدام طولي بالك، بس بدي اقول لك انه نور اضطرينا ننقلها على غرفة العمليات. ليه؟ انا بفضل تحكي مع الحكيم هو يطمني. هايدا هايدا نور 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 لا 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 اتركوني اتركوني بدي اشوفها اتركوني اتركوني هلا 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 الو ايه ماما ماتت ماتت؟ حرام عيدا شو في جهاد؟ بنت اختي صار معها فجأة اشتراكات عملوا لها عملية ممشي كنت تعرفيه من ايام زواجنا؟ بايام زواجنا جواد كان بعده برات البلد. كنت عم تخونيني معه؟ وسيم بوقتها ما كان يعني لي شيء ولا حتى هلا بيعني لي شيء. اذا ما بيعني لك شيء وخطبتي قبل ما نطلق كيف لو كنت بتحبي؟ وسيم اضطريت قالوا الخطوبه بهالوقت، بعرف انه الوقت مش مناسب ابدا بس ما كان عندي غير حل تسكت بي عن كميل الاسمر. انت كذابه غرقاني فيه لدينيك وكل تصرفاتك تتغطي علاقتك معه. اذا بتتعرف عليه راح تتاكد انه اخر انسان ممكن انغرم فيه هو جواد الاسمر. وليه خطبتيه؟ قلت لك ليه؟ بدي كيني صدق انك راح تتجوزيه كرمال كميل الاسمر؟ زواجنا رح يكون زواج صوري وبس. مستحيل اقدر افهمك. اذا رح اتجوز جواد الاسمر لانه هيدا اخر انسان ممكن يقبل فيه بيي، مشان هيك رح اتجوزه. اذا صحيح الموضوع موضوع بيك رح تكتفي بالخطبه ما هيك؟ شو يعني؟ يعني لازم تكتفي بالخطبة لأنه أنا غيرت رأيي ما رح طلقك. من أول ما خطبنا ما في مرة بيجي تشوفي إلا ما بلاقي عندك رجال. من حسن حظك إنه خطيبك open minded. وسيم رفض يطلقني. ما تقولي لي تذكر فجأة إنه بعده بحبك. افتكر إني كنت عم خونه معك. لو بيعرف حقيقة شعورك. خبرته حقيقة شعوري. وما اقتنع؟ بده يكون مش هيدي حقيقة شعوري. باردون؟ ما تكوني بتحبيني ومنك عارفة. أنا برأيي لازم نفقص هالخطبة،
ما زال الأمر ما بهمك. مين قال لك منه هممني؟ مش مبين. شو لازم أعمل تيبين؟ بلع لسانك. أنا فيي أنعه إنه يطلقك. لا بترجيك ما تتدخل بيني وبينه، لأنه إذا في أمل إنه يطلقني من بعد ما يتعرف عليك أكيد رح يغير رأيه، مش منشان شي بس رحمة فيي. أنا متعجب عشو الرجال بتنغرم فيكي، ما عندك شي من الأنوثة. شو عرفك؟ جربت؟ أنا سألتك إذا جربت، ما قلت لك جرب. أي ماما بكي شي؟ نور؟ سوري جواد، ما راح فيه قصار معك، لازم روح عبيت على مصافي. بوصلك؟ لا بقدر روح لحالي. أكيد. ردلها الروح لجسمه، ما لها نصيب تعيش، يمكن لحسن حظها. رح وصلك. لا ما علي، أنا السباقة بتريحني، أصلا لازم أنطر شوي قبل ما أروح، لازم أكون مريقة، لازم بين قوية قدام عايدة. تعريف آخر حدا كنت بفكر إني ممكن أبكي قدامه هو أنت. أنت آخر وحدة كنت بفتكرها بتبكي. لازم تكون قوي، عايدة ما احتجت لك أكتر من أي يوم مضى. إيه معليه معليه نيالة، لشو هالدنيا؟ إنه اسم الله نحن شو مبسوطين يعني بحياتنا؟ اختصرت الطريق وطلعت عند ربنا بكير، أنت عشو زعلانة إيه؟ زعلانة عليها ولا عحالك؟ ما راح اتركك، بس مش انا اللي راح ريحك، في شخص واحد بس هو اللي بيريحك. لا 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 خليك لحد اختك، ما تتركيها. ما راح اتركها.
شو كنت مستنظر يعني؟ فجأة تتحول وتصير البنت الحنونة؟ تلغي خطبتك من ابن الأسمر رح بتشوفي شي ما بيعجبك. إذا بسمع أي تصريح وأي صورة لإلك بأي جريدة أو مجلة رح تختفي بليلة ما فيها ضوء قمر، وساعتها ما رح نرحمك حتى لو كرمال بيك. تفضلوا يا جماعة، العشاء حاضر. عايدة رح تاكل معنا؟ عايدة فاتت تنام، ما رح وعيها، بفضل انها ترتاح. كمال ما بدي اكل، بدي امشي شوي. بتحب اجي معك؟ لا معلش، بفضل كن لوحدي. يا جماعة سيارة ليلى بعدها تحت، والمفتاح بقلب الكونتاكت وجزدانها بقلب السيارة، وهي مختفية مش مبينة. أنت متأكد إنه مش بالسيارة أو حدا؟ يا صافي معقول؟ أكيد. يا دلي أنا وين راحت البنت؟ رح أتصل بالأوتيل. يا رب دخلك ما بقى نحمل مصايب. روي روي يا أسماء، بتكون طلعت مع حدا ونسيت سيارتها مفتوحة، بنتك طايشة وبتعملها. لا يا فؤاد ما بتعملها، بنتك مش طايشة، بنتك أوعى منك بكتير. إذا صار لها شي ما رح سامحك. ماما روقي شو بكي؟ ألو؟ غرفة مدام عزار من فضلك. ليلى حداد نعم. ما وصلت؟ طيب شكرا. ألو ألو، بدي جناح السيد جواد الأسمر من فضلك. ألو جواد؟ عفوا وعايتك؟ لا صافي في شي؟ لكن بدي أسألك إذا شفت ليلى. ليلى؟ ما على أساس راحت لعندكن. طيب ميرسي. في شي صافي؟ لا ما هي كانت عنا هون وظهرت وسيارتها تحت ونفتح فيها انخطفت؟ ان شاء الله لا. ان شاء الله لا. اذا عرفت شي اتصل فيي. ايه اكيد اكيد. تصبح على خير. لوين بدنا نروح هلا؟ لازم نعمل شي جهاد. فكر تحرك اعمل شي. انا شو بدي اعمل؟ خلينا ننطر. هلا اذا انخطفت حدا بيتلفلنا، واذا حي بالمستشفى بيبلغونا من هونيك. لازم نروح على البيت، انا ماشي هلا. سلام. خلي اسماء وعايدة عندك ودخيلك. ما لازم عايدة تعرف بشي هلا. الله يخليك. وين خليك انت كمان مع عايدة، انا بدي اروح مع بيي. يلا انا جاي معكم كمان. I saw your face. شو هيدا؟ In a crowded place. الله يخليك، نحن على طريق فرعية ما تنزل. مرة ولا جدة مرة؟ بعد عايشة؟ نقطع سيادينة. مدري وين شايفتها هالست.
أكيد منوصلها على المستشفى ومنفل أحسن ما هلقونا هلأ بسين وجين معه. ليلى حداد. مين؟ ليلى حداد بنت فؤاد حداد المرشحة على الانتخابات. من يومين أو ثلاثة شفت لها صورة بالجريدة. ليلى حداد؟ معقولة؟ أنا أكيد هيدي هي. صافي رد انت. بيت فؤاد حداد. نعم. اوكي. في بنت صبية من صابي وفقد وعيها وشاكين تكون ليلى، طالبين منك تروح تتعرف عليها. الو فؤاد حداد عم يحكي. هلا فوتوا البنت على غرفة العمليات مين ما كانت تكون، انا بتحمل مسؤوليتها. إصابة خطرة؟ أنا جاي. إصابة خطرة؟